السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازالين كنكملوا في الدروس ديال الالغوريتم، ومرحبا بكم في موقع www.easycode.com. كيف مشينا في الدرس السابق وريتكم واحد المثال حي على واحد البرنامج كيقوم بعمل الجمع ديال واحد جوج اعداد، عمليه كيقوم بعمل الجمع بصفة عامة. البرنامج ما درتوش بلغة الالغوريثم، وانما درتو بلغة السي، راهو بحال فحال. بغيت نفهمكم غير الصورة، غير الميثود باش كنقوم بعمل بصنع واحد البرنامج معين. بغيت واحد الحاجة بغيت نطرق عليها في الدرس، اللي هي لي زيتاب دو ريزوليسيون ديال واحد بروبليم. يعني ميرتي يكون عندنا واحد المشكل، احنا باغين واحد الحل ديالو، ما كنجيوش نبداو نحلو في داك المشكل بطريقة كيف بغيت، كيف طريقة غير منظمة. يعني خص كاين واحد المنهج كتابعو باش عاد تحل واحد المشكل معين. نعطيو المثال باش تفهموا شنو بغيت نوصل لكم. مثلا الله اكبر، مثلا المشكل، ناخذ المشكل الاول اللي شفناه في الدرس السابق، اللي هو حل معادله من الدرجه الثانيه. باش تحل معادله من الدرجه الثانيه، ما تجيش وتحلها نزل عليها بهذا هكا، خصك ضروري تبع واحد الخطوات. هذو الخطوات تبعهم باش تحل، باش تقوم بعمل البرنامج بطريقه سهله. يعني دابا مثلا غنجيو نحلو معادلة من الدرجة الثانية، باش نحلوها راه ضروري أننا خصنا يكون عندنا لي فالور أ و بي و سي في المعادلة. يعني ها أ و ها بي و ها سي، هادي أول حاجة خصنا نحددو لي كوفيسيون ديال ليكواسيون دوزيام دوغري، المعاملات ديال المعادلة. هادو خصهم تحدوهم أول حاجة. الخطوة الثانية أنك تحسب الديسكريمينو، اللي هو الدلتا، تحسب الدلتا ب مربع ناقص 4 أس، يمكن ب مربع ولا ب، ولا ما عرفت وحدة بهم، ب مربع لا ب مربع، ب مربع ناقص 4 أس غادي تحسبها. هذه الخطوة التالية. الخطوة الثالثة هي غادي تشوف هذاك الدلتا هو صغر من زيرو ولا يساوي زيرو ولا أكبر من زيرو. كاين اصغر من زيرو. ثم المهم بهاد الخطوات بلا ما نعاود نكررها مره، معروفين. بغيت نوضح لكم غير الصوره، انك كيفاش تقوم قبل ما تحل واحد المشكل، حتى تجزئوا واحد المشاكل صغيره باش يسهل عليك الخدمه ديالو في الالغوريثم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، انك قبل ما تقوم بواحد حل ديال واحد المشكل، تجزئوا لواحد المشاكل الاساسيه تقوم بالحل ديالها، تجزئ عمليه تجزئ. هادشي كيسهل عليكم حل المشاكل اللي كتواجهكم في الالغوريثم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم في الدرس هذا، ومع السلامة. تبدا تكونوا فهمتوا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.